أنا سبق وسألتك سؤال راج، بتمنى تكون إجيت لهون كرمال جاوبني. إيه جدي؟ بتمنى إنه راج ما يوافق على شرطه. شو هو قرارك؟ كرمال تتزوج بنتي آفني، أنت مستعد تترك عيلتك كلها يا ترى؟ ايه مستعد، انا مستعد كرمال اتزوج آفني، اعمل اي شي شو من كان، رح بعد عن عائلتي. نحن عنا شقة كبيرة بجايبور القديمة، نحن رح ننتقل لهنيك بعد ما نتزوج فورا. سمعت شو قال؟ بيقدر يترك عيلته كرمال البنت يلي بيحبها، واحتمال يترك آفني شي يوم. انت كنت حابب تختبره فحطيته بهيك اختبار، وليكا النتيجة صارت واضحة قدامك. هو فشل بالاختبار لأنه مستعد يترك عيلته اللي عاش معها كل عمره كرمال يصير يلي بده إياه. بيّن على حقيقته. لا أستاذ، أستاذ إذا بتريد اسمعني شوي، مو هذا هو جوابي، جوابي هو بس ما في فايدة إذا غيرت رأيك هلأ. أنا بعرف هدول الشباب كتير منيح كيف بيفكروا، لا بيقدروا يتخلوا عن حكيهم مشان ياخدوا اللي بدهم إياه، هيك هدول الشباب. أستاذ بترجاك وثاق فيني، مو هذا هو رأيي يا أستاذ. راج أنا وصلني الجواب على سؤالي اللي سألتك إياه. بترجاك اسمعني، تقدر تروح هلأ، مع السلامة.